بات المشهد اليمني أكثر خطورة مع توسع رقعة المواجهات ودخول تنظيم الدولة على الخط. تصارعا في الأحداث يشي بأن الأمور تتجه أكثر نحو طريق الخيار العسكري لحسم الصراع. فالحوثيون ماضون في مساعيهم للتمدد أكثر وتثبيت دعائم سلطتهم، ورئيس شرعي يحاول إعادة الأمور إلى نصابها وانتشال الدولة من شفا الانهيار. ففي أول خطاب رسمي له منذ خروجه إلى عدن، دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى خروج الميليشيات المسلحة من صنعاء وبقية المدن. أؤكد على ما يلي: واحد، انسحاب كافة العناصر المسلحة واللجان المفروضة من قبل الميليشيات المسلحة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما شن هادي هجوما شديدا على إيران التي حملها مسؤولية ما يجري في بلاده، ودعا الفصائل السياسية كافة وبينهم الحوثيون للالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية. أؤمن أن التجربة الإيرانية الاثنعشرية التي تم الاتفاق عليها بين الحوثي ومن يساندها لن يقبلها الشعب اليمني. رد الحوثيين على دعوة هادي جاء سريعا، فاللجنة الثورية لجماعة الحوثي أعلنت التعبئة العامة ودعت قوات الجيش والأمن لمواجهة اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي. وتحدثت مصادر عن خروج قوات عسكرية موالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من تعز باتجاه لحج وعدن. بالمقابل استعاد الجيش اليمني في الجنوب السيطرة على المقار الأمنية في لحج بعد خروج المسلحين منها ونهب مخازن السلاح، سيطرة جاءت بعد اشتباكات بين الحوثيين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. ودارت مواجهات عنيفة بين المسلحين الحوثيين وقبائل مراد في محافظة البيضاء مخلفة قتلى وجرحى، ونجحت القبائل في السيطرة على جبل الداير في المحافظة. ما تشهد حلبة الصراع اليمنية ومحاولة تنظيمات متطرفة استغلال تشرذم الحالة الأمنية بالتوسع، يقف اليمن على مفترق طرق أقربها الدخول في أتون حرب أهلية، سيناريو يخشاه الخارج قبل الداخل لأزمة ستكون على طاولة مباحثات مجلس الأمن في جلسة طارئة يعقدها اليوم بناء على دعوة الرئيس هادي لتدخل عاجل وفوري.